بالمناسبة رضا نستغل الفرصة الحقيقة وصديقنا أيوب الجوادي عنده التزامات مهنية في عين سلطان باش يتصل بينا هو يعطينا رأيه في الماتش تاع تونس والأفريق دو سود وباش يبعث لنا يعني فيديو باش نحطو راسكور تقرير في الحق. نتعداو توا الماتش تاع اليوم اللي باش يكون مصيري للترشح ما بين تونس والأفريق دو سود، شنو رأيك ساعة رضا في المردود نتاع المنتخب التونسي؟ مردود متوسط لا غير. واحد ما باش نتفائل، انا نتفائل ان شاء الله خير، ان شاء الله رياكسيون غدوه اليوم تكون رياكسيون تاع رجال وسير ماتش سير ماتش يعني توتي بيرمي نجمو نقلعوها، عندنا فرصة تربح ماتش تتعدى الدوزيام تور اللي ما عند حتى هيك ما عندكش اختيار، عندك قدام لوبليغاسيون فما حاجة. أنا بيدي أنا علاش نحب ليكيب في وسط التورنوا تترودا وتمشي تلعب فيكتوار باش تستانس خاطر توا أنت دون لوبليغاسيون بلا فيكتوار ألوك أنت ما نجمش تربح الجمعة يعني، أما توا ما عندناش اختيار توا دون لوبليغاسيون بلا فيكتوار هو الحق المردود معناها فيه وعدي وانطلاقه احنا قلناها، ولكن تو نحبوا نقعدوا ندوزوا حتى نكملوا التورنوا. هو الاختيار نتاع جلال القادري مع احترامنا للشخص اختيار معناها ما عنده حتى اضافه للمنتخب وما عنده حتى معنى. قعدنا ماشيين بالبروفيزوار كي دور بيس كما قال الراجل كذا، لكن مع احترامنا للشخص ما نحكيوش على الشخص وكذا، نحكيو على وظيفته وعلى الرول نتاعو كمدرب معناها وقائد سفينه نتاع منتخب الوطن. يعني فما حد شيء، فما كان اضطراب وفما العشوائيه كما قلت في الساعات في الشواء، الخطه مش واضحه اليوم كما كنت تحكي. القبيله يبقى اوبتي لثلاثه بالعكس. معناها باش وانت عندك ماتش كابيتال. باش تربحوا. هو انا فاهم تو هو صحيح المنتخب الجنوب الافريقي هو فريق ممتاز يعني في البلان معناها كرويا وان تاتش يلعب كره اللوطا وش يعمل هو في خبيث كروي يهز الكره ويتعدى وانتر ليني يوهم تو يحب يدخل من العكس ولكن من بعد ديغني مامو يلعب يحل على الجناح مخطر جدا في الطريقه دي صحيح هو يفو كونتر كافي ساعه معناتها لكن مش بالثلاثه في العكس هو المفيد ما يعطيش الكره وانتر وما يدورش اللاعب هذاك باش يديكالي ولا يلعب الكره اللاعب في الوسط مش في الدفاع بخلاف هذايا دبري تو الفورماسيون اللي مش يهبطها مش يهبط بن سليمان في الوسط بن سليمان خذا الشانس نتاعو في زوز ماتشوات ما عطاه شيء الاضافه مش كبيره ما عطاه شيء علاش ما تلعبش بالرمضان علاه سيت اون شانس بالرمضان الى بوكو دو كاليتي ومستانس باللي جران ماتش بون يرحم والديك حطيت لنا فون سونتر سيف في بالي باش يكون موجود اي ان شاء الله سيف الجزيري موجود موجود مش يعطي رمضان انا موافقك موافق شوف خاطر برمضان هو حتى في الترجي هو اللاعب اللي وراه لا تاكونيت اللي هو فليكسيبل باسور ريكوبيراتور صح يخنق اي اي وباسور وفينيسور يضرب مليح يعني في ليبراليتي يضرب دوزيام بال يضرب يعني لابور تاع برمضان أبور ممتاز البروفيل اللي انت باش تستغله نتاع سيف و لا ما نعرفش انا كونفيرمي اون بلوس اون بلوس لا اي كونفيرمي اون بلوس لا فورماسيون اللي مش يهبطها مش يدخل معلول اي اريير جوش ومش يحط الاريير جوش نتاعنا في اللاكس في اللاكس ماي جاد يعني ما نعرفش سي باش يعاود يدخل لنا في يمكن نوع من الهزيمه وحاجه اخرى طارق ملي بدات التورنوا لي دو ماتش دو كشريدة اللي تي اور دو كو هو يخدم مرا وما ما عندوش بما انه عنده كان فاليري معناه فهمت هكا هو ما بعرفش يهزو كان جاي علاش مش غايث مثلا رغم يقولوا غايث زعلوني تاع الكلوب هذا اي زين لعبوا شفت سيغ سان لونسي الملاعب هو طلع على سينيور رمي وتاع تاك تاك هذا يلعب هز اي تبارك الله عليه وقتها جوار وقتها من الاول اللي بن والناس جبتو اي حتى مستحق مثال الريك كما قلت خاطر كشريدة الماتش الاول فوق شويه هكا الماتش الثاني طايح معناه وانت عندك جروب عندك جروب 29 لاعب يعني لازم تغير لا اللي تي دي باسي با لي زيفينمون كي شريد وحاجه اخرى اللي قلتها مخترة خاطر احنا شقلنا قلنا يلعب في العكس اونتر ليني
ويمشي للجناب من بعد خاطر يلقى كيفيق بيك انت اللي بتسكر له لاكسي يهز يشرب اي انت هنا بمعلول في ظهره كارثه تولي تخسر هنا باش تعب العابدي واللي هو باش يمشي يغطي في الظهر نتاع معلول انا لو يلعب ثلاثه يعني صعب يعني il va perdre deux joueurs اه وي بالضبط هذا يمشي وبشي يضيع الدفاع نتاعه والستابيليتي انا راني ضد هذه الحكايه ثلاثه كلاكس اللهم كان كسبب تلعب ثلاثه كلاكس باغي القدام ثلاثة في اللاكس كي انت هارب بدو بوان في البول صحيح تي فو اريتي ليميتي لي ديغا وتلعب على ماتش نول نعرف اما انت حاجتك فيكتوار وتلعب تروا دون لاكس في اللاكس مع زوز لازم تولي خمسة تو ما نعرفوش راهو مازلنا ما نعرفوش اما اللي جاي اللي يقول كل يقولوا اللي هو فكرته اللي باش يسكر لاكس معناها البروبليم اللي باش يصيروا في اللاكس باش يسكرهم في اللي في مش في الكوس يا ودي سكرهم انا انت يزمك تضيق المساحات وليزانترفال تسكرهم باش ما يعديوش لي باس اللي في الانترفال غادي بلوكي تلعبه اما ان فوا تعديت الكره هنا ولي فايس تو فايس مع الدفاع انت هيك المهم عملوها هون يعني مانيش فاهم انا اذا كان مش يلعب بثلاثه باش يصعب علينا اللعب والحق هو تو حكينا على السيكل تاع بالماضي فبالك على السيكل هذا اللي انا نتاع بنحكي بصدق معناها من غير نتاع القاضي انا راه الكوره في تونس توا معناها عندك مولاد باهين كيما عاشوري كيما فما بيبينير حنا بعد فما اولاد معناها الوليد الاخر ديما ننسى هذاك اللي من سويسرا الطيف فما معناها دي جون اللي طالعين في الجزائر والله يا طارق انا ونجيبوا حاجه فكره ونحطوا الناس والله يا طارق انا نقول لك حاجه اللي انا مؤمن بها رينوفو لو لوكال رينوفو لو لوكال معقول انا ديكسيلون جوار في تونس خساره ما عندهم حتى ما عندهم لا ما عندهم حتى ريلاسيون بتونس عايشين في اوروبا افيك ريتم اوروبيان كل شيء ديفيرون بارابور انو بالضبط بالضبط وهذا زاد كيفاش تحبوا يتاقلم؟ لا شيء يعمل ما حبوش يفهموا سي تو لا شيء وهنا المستوى شفت قداش زاد بس انت تحاول تراجع على خاطر فما شكون يقول شو ليكزومبل نتاع اللوكال مثال لافريك دو سود هي النوايو نتاعها الكل بيان سي سان داوت هذا مثال من هذيك قوتها هذيك قوتها مصر كانت تفكر اللي هي الفريق الرهيب لكن كله نوايو الكل اهلي كل الاهلي المصري يقولوا من مصر حتى تلقى من هنا وهناك هذوكم اما يا سيدي ديسكسيبسيون خاطر توا الناس ما عادش اون بلوس الامكانيات ولا سوء التصرف توا الجامعات كما في تونس الوضع معناها شفناه معناها في الاورجانيزاسيون في الانفراستركتور في البرمجه في التخطيط وكذا ماهوش حاجه كبيره وبالتالي هبط لو نيفو وانا نشوف الافريق ناس قاعده تقدم هي موريتانيا موريتانيا عملت تورنوا جبنا احنا قبيله على السيرفري موريتانيا عملت تورنوا خارق العاده وشافت معناتها تشوف لا باليانو تقدمت وطلعت وقاعده احنا علاش هذا كله سيكل عند القادري مع احترامنا لشخصه وقت اللي نحن ليكيب هذايا نجموا نتحداو بها خويا خويا يفو شونجي توا خويا كي ترى لي قداش وي ستاد ان كوت ديفوار شي كبير اللي قاعد وي ستاد دو تري او سوندينغ دو تري او سوندينغ شو القفزه شو القفزه استنى ونحن عندنا ستاد هومولوجي دونك لا ديفيرونس اي انورم فوالا عندك الحق الحق هو راهو يلزمنا نوري الكوت ديفوار فريمون دوره خارق العاده والانفراستركتور شنو انفراستركتور والنظام والنظام لا فما نقله فما نقله احنا جبدنا المره الاخرى مع ايوب اللي التورنوا هذايا معناها فيه قفزه وبربي نحب نمر جوست معلومه اللي كي عطاو معناتها المعطيات نتاع التورنوا الارقام النومبر دو باس الريتم الجري قداش للذكاء الاصطناعي معناها بعد ما خذا غرب التور لي دوني لقاها هي اقوى دوره في الكومبيتيتيفيتي في التنافس في كذا الى حد الان هي اقوى دوره وذاك كي بروف لي ماتش اللي شفناهم اللي الكل كان قريب البحر ما تعرفش شكون مش هز كوب دافريك ولا شكون تراها انت معناها لو فافوري كما قلنا احنا هكا في ديتكتينا شويه نيجيريا باللوب اي هكا شويه باللوب في قبال ظاهريا وحتى كما قلت انا فان تاع السنغال واليو سي سي ودي ماني وكذا لكن كما قلت انت بالحق نشوف من بابي تهزوا انا المره الثانيه معناها اونور معناتها خويا مي سي با ايفيدون خويا كي ترى لو نيفو دو محمد صلاح وترى لو نيفو دو رياض محرز دونك ils sont complètement out صحيح اليوم دو سوبر ستار نورمال يرحم والديك فوالا
بالضبط. فما زاد كما قلنا فما زاد ساعات يبداو ابو لاعب معناها ساعات يوصل النيفو. نحكي توك سيليكسيون في الكلوب يلعب قد ما يحب، اما في السيليكسيون راه فما نيفو مساش لازم تقعد على البنك. انا بالعكس لو راه كيما يعملوا المدرسه الالمانيه الملاعبيه الكادر يقعد على البنك يقبل عادي معناها ما عندوش مشكل ويدخل ويقلب الطرح يفهم يعرف عنده نص ساعه يراقب يتبع مليح ياخذ لي كونسين ويدخل من غيرك المشكل المونتالي اللي نحن ساعات نقول كل لاعب هذا باش يقعد على البنك ولا يلزمو يهبط كابيتان ولا الامور هذيا كل التصرف نتاعها. لا فون سونتر تاع البايرن ايه شو اسمه؟ الضعيف هذاك اللي يلعب توا ايه اللي دروا كابيتان تاع البايرن ميلر. اي ميلر اي توماس ما يقعدش على البنك يقعد. انا قلت شكون ايه توماس ميلر المعلم يقعد ويدخل ويعطي طرقه فوالا. هذيك احنا اللي تو مازلنا في الجيستيون مازلنا ما خلقنالوش تو مثال مساكني متفقين عنده مثلا ساعه كوره جرو ماكس ماكسيمو ايه نستغلوها مش بالضروره من الاول خاطر من الاول اليوغا على بطاي تكتيكي فيزيك هو باش يستنزف فيها وماكش مش ماكش تي فا با بروفيتي في لي سي سيربريز خاصة اذا يقعد على البنك فوالا يدخل من بعد يلقى اللعبة معنا ملاعبية يلقى اللعبة طايبة طايبة يلعب فوالا يجب أن تكون موجودة في الذهنية ونقعد والمدرب يحكيها وشفناها بتاعنا ملاعبية كبار في العالم راه يا اخي داخل السوركير نتاع صاحبنا خذيك ترنير اي يدخل نتفكر البونتوات تاع الفينال تاعو في برشلونة اي اما هو الهداف يدخل وهو ولا غيره حتى شفناه يفكروا في ايطاليا معناتها ملاعبيه كيما فيير يشد الباك ولا يهبط يلعب يماركي تور معناها بون. اما الماتش باش يكون صعيب خاطر حساب معناتها احنا تو اللي مقلقنا كيفاش يتصرف الجهاز الفني خاطر الجهاز الفني هو اللي معناتها تحديد خطة نتاعو كيما تو قلنا بالثلاثة باش صعب الجهاز الفني كله مشاكل ما بين بعضهم ديجا فوالا دونك ديجا معناها الماتش وخرجت الأخبار اللي هما ماهمش متفاهمين بالضبط كيل إكزومبل أوني أون تران دو دوني احنا تو ماذا بينا ديما نقولوا نلعبوا من أجل فيكتوار أما حسب باش نمشيو في الغلط حتى الوقت لا إن شاء الله راهو كورة والله لا كورة وين فوالا أما راهو مشروعنا ماهوش يصح والله نتاخر اي بعد كوب دافري اي لا بعد كان تعداو لو كاب نتاع الافريك دو سود اوني غالوان راه وي هذا هو من بعد اللي نجم راه بالمعادله الكل كل بالضبط كل مكتار برومي تور فوالا وقتاش مروحين فوالا قعدنا في الافريك دو سود قعدنا فينال فوالا مروحين فوالا ومن بعد ماتش الكوت ديفوار اللي هو كان اصعب من هذا اي بيان سور اي تاع بن يونس تذكر وقتها يعني توب تغيبي لكن احنا ناقشنا الفوق كيما تحط انت باش تعمل شركه باش تحط عليها مدير يسير وكذا اذا فما شيء معناها خلل ما يفو لو شونجي اي سي فري لازمنا نخمو زاد في مشروع مش شخص مشروع نعطيه يخدم 4 سنوات يجيب مدرب كبير انا سامع اللي فما اتصالات معناها بدات توا وكذا اما ان شاء الله يحطوا ان بروجي وفكره فيها اللاعبين هذوما الكل المتميزين توا اللي بداوا يظهروا في اوروبا ونحضروا اليوم ونحاولوا نطلع النيفو نتاع الشامبيون طار بور لا سوكسيسيون دو قادري انا جو فوا اون بيرسون عندي فكره على سكي سباس ان شاء الله يجيبوا بول لوغوين تونس وي على طول بيجي هذاك هو اللي بيرسون ne peut contester ah oui incontestable يعمل l'unanimité الناس كل ما عندها ما تكلم آه oui. عنده فيكو وعنده خبره واسعه على جميع المستويات كلاعب كمدرب كمؤطر وحتى حد بينجم يدخله في اه وي لو بلوز امبورطون هذا هو البلوز امبورطون هذا البروفيل اللي تو كنا نحكيوا عليه نتاع المدرب لا فوالا اللي منحنا بالضبط وانا بيدي كيف سامع بيه وسمعت كما قلت انت بالضبط الاتصالات تعطلت مع النادي الافريقي خاطر هو يجيب الستاف الكل والنادي الافريقي كان عاجز معناها وقتها كي لقاو البروفيل هو راهو عنده معلومات والله يا طارق نقول لك حاجه على الكره بالضبط الستاف كامل لا اي il peut s'arrêter à un adjoint oui. voilà oui. on peut lui imposer un seul adjoint oui.
اي بريتو عنا نحن انطونيو دي جارديا وعنا اي 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 لا ما نقصد وقتها بالنسبه للنادي الافريقي هو يظهر لي تشرط على تروا وكات ما تكبر ستاف عليهم وبالتالي ما عادش ينجموا يتصلوا به اما لو حتى بثلاثه ولا اربعه اللي يجيبهم معاه في السيليكسيون يجيو خاطر هو ما يخدموا فرد ولا هو عنده معناه دي ستاتيستيك وتوسع وكذا اما هو مشروع ممتاز انا هنا نقول وقتها نجم نطلع دامبالي نوتر وتحسن الكوره هذا راجل معناه ذو مستوى عالي معناه نجم يقفز بينا دامباليانو هذا مشروع اما اللي نعملوا فيه تو من مساله منذر الكبير معناها وجلال القادري اذاع الوقت معناها وان شاء الله على كل حال غدوه معناتها اونكري لا سوربريز اما المفيد اليوم ان شاء الله اليوم معناها اونكري لا سوربريز واما راهو خاصه والمهم راهو يلزمك تلعب مليح يلزمك تخمم مليح تلعب بفكر وتفهم المنافس نتاعك وتعرف تغلط المينيموم بوسيبل اذا كان ما نلعبش بالشكل هذا معناها باش تصعب علينا طارق ستيا موكود فاكتور اكيد لونتام دي ماتش تري امبورطون مهم اي تري امبورطون مهم جدا لازمنا نستحفظوا من تالي ما ناكلوش سي لو بلوز امبورطون العكس اللي عملناه كونتر مالي لابيتي فيان او مونجون اكزاكتومون اي معاك انا نخير الماتش هذا نلعبوا افيك ردان بال ما نخليش لافريك دو سود ساعه تلعب نقاط قوتها ونربك في الدوزيميتون نجم نربح في الدوزيميتون خير من اللي نمشي نتبلانجا وندخل قال شنو باش نعطي نضغط وكذا ونخلي الفراغات اللي تحب عليهم من جنوب افريقيا كلامك صحيح يلزم نوقف الساعه جنوب افريقيا معناتها حتى الببليك يلزم يفهم اللي الماتش هذا الايطاليان اذا نحبوا نربحوه هذا باش نترقبوه للشوط الثاني ما نتلوحوش من الاول ونمشيو شنو خاطر هذوما مختلفين ريت ناميبي حب تطلع وقتها خاسره عاقبوها ورا بعض ورا بعض ولذا معاك انا تكتيكيا يلزم صبروا شويه مش نجموا ما كانش نتيحوا في الفخ اليوم ان شاء الله اللي على كل حال وان شاء الله مقابله طيب رضا شنو رايك انت شنو هي التشكيله اللي تراها يعني والطريقه اللي تراها ندخلوا بها المقابله جنرال دروا كما قلنا الكشريده باش تخلي الكشريده معناش مادام كما قلت يا فاليري موك دو كذا عبدي نخليه عبدي على اليسار عبدي على اليسار لاكس ما نجموش نغيروا ديري وما باش نخليه طالبي الوسط اللي بيه فايز تدخل بالرمضان الله يفرق انا بيدي معاك بالفكره هذه معناها نخليه عيدوني والسخيري وقدامهم بالرمضان اوكي به عندنا فكره لسيف زاد باش يلعب لسيف الدين زادي وهذا مهم خاطر انا باش يعمل دور لي دروا شكون اللي قاعد يلعب هو يقولوا تو ما بين يا المساكني والعاشوري يقعدوا القدام واللي هنا باش نعاودوا نتيحوا في المساكني في البلاصه الغالطه والا رفيعه في الكوتي دروا والمساكني على البنك وانا يظهر لي هذه يمكن اللي اقرب لل باش نعاودوا نستغلوا المساكني قلنا دراميتو انا يبدا المساكني اي المره هذه اي وسيف قدام ويقعد عاشوري و يقعد على البنك انت تخمم معناه ومن بعد نبدل يوسف يعيا يخش وتستغل كونه العاشوري يدخل معناه من بعد ينجم يقلب اذا كان خاطر يوسف ينجم يعمل لك لا ديفيرونس في المومون رايك تبدا به بعد مش عمل في الماتش هذا تقول انت هو احنا في دي ماتش اما في الماتش هذا ترى لي نجم يلعب يوسف سيف و ماكسيموم يوسف بالضبط ويخرج ممكن اما هو يظهر لي حسب اللي نسمع تو لي زيكو اللي باش يبدا برفيعه ويمكن باش يمشي باريزور حسب ويمكن من بعد باش يستعمل مساكني ممكن مازلنا ما نعرفوش القراءه رفيعه وشكون قدام رفيعه سيف وعاشوري اللي سمعته انا جو بريفير بربي بدل دوما جو بريفير يوسف يبدا وبعد يدخل العاشور وبعد يدخل العاشور هو ما زاد كما قلت لك انت ولي لي شوا نتاعو خاطر زاد فما حاجه اخرى فما لي فور فيزيك زاد لذا معناه لا نحكي على العاشوري العاشوري حتى لو مش لاقي تو معناتها تكنيكمون لي سوليسيون كان شو كان يلعب جنبه العابدي اما فيزيكمون الى غول تري تري كوستو فيزيك هذاك علاش يقول لك مالكش انا نبلوكيه انا خاصه ما تنساش اللي هو كما قلت لك في حسب رايي فيق اللي هما يبلوكيو يمشيو كونسونتريو اللاعب في الوسط باش يمشيو على وبالتالي يلزم واحد كوستو فيزيكمون هنا باش يراقب السيد اللي يمكن هذا باش يتحط في برشا اشكاليات اما يلزم يلقى الفورمول اللي باش تبلوكي ساعة المنتخب تاع افريك دو سود ومن بعد الفورمول دو جو نتاع المرتده نتاعو الهجمه السريعه اللي باش يصنعها هو وشنو تكهناتك رضا الانتزاع؟ ان شاء الله مربوحه لا نحبوا سكور
انا عمري ما كنت نعرف حتى انا من اكثر سؤال ماهوش اما اوكي يقول لك لازم تعطي سكور كل واحد شيء تونسي اوكي ممتاز ممتاز انا بدي يقول سكور لو بلو كوريكت بوسيبل وانا بدي ما نبعدش عليه انا نقول سيم بواحد تونسي بمنطقه التفائل واذا نلعبوا صحيح راه اذا نلعبوا غلط راه حاجه ثانيه